هارد لك نتيجة ثقيلة مهنا، يعني هنا من يشاهد مباراتك اليوم ويشاهد مباراتك مع الهلال هناك مستوى مختلف، نتيجة مختلفة، ايش اللي سبب النتيجة اليوم؟ سبب الأربعة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، هارد لك الخسارة للجميع. ما اختلف شيء، ما توفقنا اليوم، ما قدمنا مستوى، خسرنا، لسه باقي الدوري ان شاء الله. هو باقي الدوري، ولكن يقول لك دائما في الجولات الاخيره تبدا النقاط تفرق. مهنا انت ما نزلت في مرحله الخطر، ولكن الباطن قريب نوعا ما، والانديه الاخرى ما هي قاعده تتفرج ايضا. ايش اللي ممكن تقدمه الفتره الجايه؟ ايش ممكن تعكس نتيجه اليوم عليكم؟ اكيد نتيجه اليوم ثقيله شويه، لكن ان شاء الله ان نتداركها مع الوقت، والمباريات القادمه ان شاء الله ان كل مباراه نلعبها نهائي باذن الله. طيب وش اللي محتاج الباطن صراحه ما تحس انه عشان يقدر يبقى هالموسم مع الفريق؟ ما هو محتاج مدرب اول مباراه لا، بس انت جانس المباراه القادمه ان شاء الله خلاص باذن الواحد احد. واثق من نفسك؟ باذن الله. التوفيق يا ابوي، يلا هارد لك معوضين خير ان شاء الله في القادم.